يا ساحر المقلتين والجيد وقاتلي منك بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني ويلا يا من خلفك موعود ماذا هناك يا أم؟ تعال يا محمد، أريدك لأمر هام. اسمع يا بني، هناك أمور في القصر تتغير، أشياء تحدث، منها ما أعلمها ومنها ما أحاول معرفتها. جمر تحت الرماد ينبئ بالكثير القادم. أقلقتني يا أمه. يجب ألا تبقى بعيداً، تنظر إلى كل ما يجري ولا تفعل شيئاً. ولكنني لا أعرف ما يجري. لأنك تبقى بعيداً عن أبيك. هو من يبعدني عنه، وهو الذي لا يستدعيني إلى مجلسه. لأنك تتصرف بحماقة يا محمد. ابحث عن طريقة تجذب بها أباك إليك، لا طريقة تنفره منك. يجب أن يثق بك، وإلا فكل شيء سيكون مهدداً حتى ولاية عهدك. ابقى قريباً منه كي يشعر أنك مهتم بشؤون الحكم. أحرق هذه الرسالة، فلا أريد أحداً أن يراها. مولاي،
اسمك؟ طهمان يا مولاي، خادمك طهمان. تذكرتك. لقاء الوفود من كل الأمصار، وبريد خراسان وجرجان وديلم وبيزنطة، لا أعرف أي شيء عن ذلك يا أبا الفضل. كل هذه الأمور يا مولاي قد تصرفت بها، فلا تشغل بالك أبدا. وهل هناك أخبار عن جرجان؟ ها يا أبا الفضل. لقد طهمان يا مولاي. طهمان، أسمعك يا أبا الفضل. لقد أخبرتنا عيوننا يا مولاي باقتراب خروج المحمرة. اقتراب خروجهم أم خرجوا وقضي الأمر؟ أبو الفضل يتكهن. ربما خرجوا يا مولاي. لما لم تتصرف قبل أن يخرجوا يا أبا الفضل؟ حقيقة يا مولاي لم أكن أعرف أنهم سيخرجون فعلا. وهل تأكدت الآن يا أبا الفضل؟ أرسل للفضل والينا في خراسان للخروج والقضاء على المحمرة. أمر مولاي. بل دع الفضل، فهو مشغول مع الطالب. قائد، أريد قائدا يعرف كل الحكاية. أرسل يزيد بن فريد الشيباني. ستتزوج مهدية يا أبا هاشم، سأعتقها لك وسأدفع مهرها. أنت محظي عندنا يا مسرور. أتحبها؟ أجل يا مولاي. أبقي سيفك متيقظا يا مسرور، قد أحتاجه في أي وقت قريب، وسيقطع الباطل. أنا وسيفي رهن بنانك يا مولاي. أخي ومولاي أمير المؤمنين. عباسة ابنة المهدي. أما زلت ابنة المهدي؟ لا، بقيت إن لم أبق ابنة المهدي. ألا تباركين لمسرور سيتزوج مهدية؟ مبارك لك يا مسرور. مولاتي، سأعتقها له، فالحر لا يتزوج إلا حرة، ومسرور حر، والحرائر لا يتزوجن إلا أحرارا. الكل طامعهم بالملك، يظنون أنهم من أقاموه، ولكن لا تنسي يا عباسة إنه ملك آبائنا وأجدادنا، قد آتانا الله إياه،
وسنسلمه إلى أولادنا إلى أن تقوم الساعة. عن أحوالك يا مهاجر، ماذا تفعل؟ وماذا بوسع الذي مثلي أن يفعل يا ضياء؟ أنا فقط أقوم بعملي إلى أن يمضي بي العمر وأركن في غرفة من غرف القصر المنسي. أليس لديك أهل تعود إليهم؟ الذي مثلي ليس له أهل يا ضياء، لم أعد أدري أين ومتى وكيف. المعذرة يا مهاجر، لقد أردت أن أطمئن عليك ولم أدري بأن هذا سيثير الحنين عندك. أتركي الأمر لوقته. لا عليك لا عليك، دعك مني الآن، المهم أنت أخبريني عن أحوالك. سأبوح لك بسر يا مهاج، أشعر بأنني أحب الرشيد. أحبه كما لم أحب أحداً في حياتي. أشعر أنه روحي وأنني لا أستطيع العيش بدونه. لا أدري كيف أتى هذا الحب ومن أين أتى ولماذا أتى. إنه صالح، صالح الذي في حكايتي والذي طالما حلمت به. مهاش، ما بك يا مهاش؟ لا شيء، لا شيء يا سيدتي. لم يحدثني هارون بهذه الطريقة من قبل. كانت كلماته مثل الخنجر في قلبي. بماذا أخطأت؟ اخسري كل شيء إلا هارون يا عباسة، إلا هارون. أهو قال لك ذلك؟ أجل يا مهدية، أنا ما قلت أنك ستتزوجينه. مولاي، أتحبينه كما يحبك؟ أتخجلين قولها؟ إنه يحضر لمهرك الغالي يا مهدية، سأزفكما قريبا. مولاي، في فمك كلام يا جعفر. كم أحب أن تناديني باسمي يا مولاي. أشعر أنك ما زلت صديقي وأخي هارون. أنا لم أتغير يا جعفر، وأنت ما زلت صديقي وأخي. هذا ما أمله منك يا مولاي، وكل ما نفعله أنا وأبي وأخي الفضل في سبيل أن يتوطد حكمك وملكك يا أمير المؤمنين. لا أشك في ذلك يا جعفر، وإلا لما أوليتك وزارتي. لذلك كتب أبي كتاب العهد كي يحقق التوازن بين الأمين والمأمون،
فخراسان مقابل بغداد، والرقة مقابل الشام. لا يجب أن يتقدم أحدهما على الآخر، يجب أن يكونا متعادلين. أتعلم لم أفكر بهذا يا جعفر؟ ربما كنتم على صواب، وأنا وثقت بكل ما تفعلونه، فكنتم لي خير سند. وما زلنا يا مولاي، ما زلنا، بل الآن أكثر من أي وقت مضى. عركنا الأيام سوية وذقنا طعم المجد سوية. ذقتم طعم المجد؟ دعك من هذا الكلام الذي لا طائل منه الآن يا جعفر، خبرني ما هي أخبارك؟ بدلتي عليك يا مولاي، فقد وعدت إبراهيم بن عبد الملك بن عمك أن أخطب له ابنتك أروى، فقد انضم إلي في الشام وحارب تحت رايتي، ورأيت فيه قائدا فدا وشابا طموحا، وتوسمت فيه نجابة، وقد وعدته بذلك. ابن عمنا أتاها خاطبا منك أنت وقد وعدته أنت؟ إذن على بركة الله يا جعفر، فأنت عندي بمكانة تستطيع أن تعطي بها وعدا بخطبة بناتي. البرامكة يتحركون بكل اتجاه يا مولاي، الفضل بن يحيى بطريقه إلى بغداد بجيش وبخيرة فرسانه، وقد أتى جالبا معه الطالبي بموكب مهيب. هل علم أحد بهذا الأمر؟ ليس بعد يا مولاي. ليث، اسمع ما سأقوله لك وافتح أذنيك. سأرمي حجرا في الماء، أشع خبر قدوم الفضل بجيشه، ليصل الخبر إلى ابن الربيع، وابن الربيع سيتكفل بإيصال الخبر إلى من يهمه الأمر. فهمت؟ أجل يا مولاي. ماذا تنتظر؟ الفضل البرمكي في طريقه إلى بغداد ومعه الطالبي. ومتى سيصل إلى هنا؟ إنه يتحرك بخفة مع عدد كبير من فرسانه، تستطيع أن تقول إنه جيش. جيش يا مولاي. جيش؟ أجل يا سيدي، وعلى رأس هذا الجيش خيرة فرسانه الأشداء كي يحمي موكب الطالبي. وما الذي يجعل الفضل يجلب كل هؤلاء الفرسان؟ ليحمي موكب الطالبي. ليحميه؟ أم ليتحالف معه ضدنا؟ ضد العباسيين؟ أو أنه قد أتى إلى هذا القصر كي يستولي عليه؟ أليست هذه مطامعهم؟ لماذا تقف هكذا يا ابن الربيع؟ هيا تصرف، افعل شيئا. أبلغي مولاي الرشيد يا مولاتي. بل أنت من سيبلغه. وإن لم يكن الفضل كذلك؟ حتى إن لم يكن كذلك، عليك أن تقنع مولاك الرشيد بأن الأمر كذلك، وبأن الفضل قد تحالف مع الطالبي وأتى مع فرسانه إلى القصر كي يدكه على رؤوس من فيه. هل فهمت؟ أجل يا مولاتي. هيا ابن الربيع، أرسل وراء عمي كبير الهاشمية واطلب لي الأمين. لا تقلق يا أبتي، لا تقلق، كل شيء صار بين أيدينا وبرضا الرشيد. من أين أتتك هذه الثقة التي تتكلم بها يا جعفر؟ بل أكثر من ذلك، لقد فرضت عليه أمرا لم يخالفني عليه. الرشيد لم يعد كما كان، حتى أني لم أعد أعرف له وجها أقرأه. فقط قل لي يا أبتي،
ما الذي تأمله أو تريده من الرشيد أنا أحققه لك؟ تعال تعال معي لترى وتسمع بنفسك. تعال. يقولون أن على رأس جيش الفضل خيرة فرسانه. من أبلغك؟ عيوننا يا مولاي. متى سيصلون إلى بغداد؟ بين ليلة وضحاها. لك الأمر ولنا الطاعة يا مولاي. أنا وأنت يا عماه نعرف أن الطالبية لن يسلم قيادة نفسه للفضل بن يحيى. أظن أن هناك تحالفا بين الطالبي والبرامكة ليصلوا إلى كرسي الخلافة. الفضل أجبل من أن يقدم على فعلة كهذا. يا عمه الحذر واجب، ويجب أن يعلم الرشيد قبل أن تقع الواقعة. حسنا يا بلدي، حسنا، سأبلغ الرشيد بذلك. يجب أن يأخذ حذره. ائذني لي بالانصراف. الفضل وجعفر بالباب يا مولاي. ليدخلا. أمرك مولاي. السلام على مولاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا جاء في كتب خراسان يا أبا الفضل؟ الأخبار تسر الخاطر يا مولاي. الفضل سيحضر الطالبية إلى هنا في وقت قريب. والمحمرة؟ سنقضي عليها يا مولاي. عندما يصل الطالبي إلى هنا سأرسل الفضل إلى هناك. ألم أقل لك أن ترسل يزيد الشيباني؟ هذا كان رأيي يا مولاي. رأيك؟ رأيك؟ رأي وزيرنا جعفر والرأي ما يراه وزيرنا. من يذهب من يأتي، من يحارب لا يهم، المهم أن الدولة قوية منيعة. من يعطي من يمنع أعطيات بني هاشم لا يهم، ما يهم أن سمعة وزرائنا كالراية على جبل أشم. المعذرة يا مولاي. أعلمني يا أبا الفضل ما يجري، فالخليفة لابد أن يعرف إذا ما سئل عن شيء. العفو يا مولاي، كل ما يجري يجري بأمرك. وبخاتم الخلافة الذي بين يديك يا أبتاه. هذا الختم لا يختم شيئا إلا بأمرك يا مولاي. كما ختمت كتاب تقسيم الدولة بين ولدي يحيى. أنا يا مولاي؟ كيف ذلك؟ لا، هذه دولة يا يحيى، دولة لا تقوم على شخص بل تقوم على قوانين وسنن.
حتى إذا ذهبت أنا يجب أن تبقى، لا ترتبط بأحد، لا بوزير ولا بخليفة ولا بولد خليفة ولا بأولاد خليفة، بل بهم كلهم جميعا، أمواتا كانوا أم أحياء. أجل أجل يا مولاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. من منكما يجيد صناعة الطين؟ أنا يا أخي، تفضل، ماذا تريد؟ لست أنا من يريدك. من يريده إذن؟ سيطلبك الخليفة لقصره. الخليفة؟ سيرين، 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 ما بك يا أحمد؟ الخليفة يطلبني. هل أصابك مس يا أحمد؟ الخليفة يطلبك، ما يريد منك؟ لا أعرف، لا أعرف، جئت أخبرك ويجب أن أذهب الآن. اذهب وعسى أن يكون خيرا. اذهب. رغم أن مولاي الرشيد أوهمني أنه لا يبالي، ولكنني أظن بأنه سيتصرف بالوقت المناسب. أعرف ذلك، ولكن يجب علينا أن نبقى حوله. أسمعت يا بني؟ لا أحد يعلم ما يخطط له هؤلاء البرامكة، لأن أبي من أوصلهم إلى هذا يا أماه، أليس هو من سلمهم مقاليد الحكم؟ فليحصد ما زرعت يداه. تشمت بأبيك أيها الأمين، بدل أن تكون عونا له. ليس الرشيد من يسلم زمام حكمه لأحد، فهو أذكى من ذلك، ويعرف متى يوقفهم عند حدهم. ولماذا لا يفعل شيئاً إذن؟ ماذا ينتظر؟ لكل شيء أوان يا بني، لكل شيء أوان. لا يا جعفر، لا، ما فعله أخوك الفضل لن يمر بهذه السهولة. وماذا في الأمر؟ أن يأتي الفضل بفرسانه وهو برفقة الطالبي. وهل تظن أن الرشيد بوسعه أن يفعل شيئا يا أبتي؟ ما عساه أن يفعل إذا عرف أن الفضل آت بخيرة فرسانه ليستعرض قوته؟ سينصاع لكل رغباتنا. ألم تقتنع بلقائنا معه يا أبتي؟ حتى أنني أنا الذي أزوج بناته. يبدو أنكما لا تعرفان الرشيد حق المعرفة. تعال تعال تعال. رشيدي، لقد فعلتها. أهذا من أجلي؟ من أجل أن تصنعي للقتول لعبة الطين. وسأصنع لك واحدة جميلة. تعالي. ها هو مولانا الرشيد.
ما اسمك؟ أحمد. يا مولاي، هل كل شيء جاهز؟ أجل يا مولاي. شوق لمعرفة كيف يصنع الطين؟ شوق لمن يصنع الطين. هذه التي تصنع الطين ستلوثك بالطين إن عدت لتقول غزلاً مرة أخرى. كنت أمازحك يا عصمة، كنت أمازحك. انظر يا مولاي، سأصنع لعبة جميلة. أنا متأكد من ذلك. ألا تجرب يا مولاي؟ هل أطلب من صانع الجرار أن يعلمك؟ أعرف تماماً كيف يصنع الطين. سترين ماذا سأصنع من الطين. أمي، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. أني أمري اليوم. إن أباك يملك النصف الآخر من الخاتم، فاحرص عليه، فهو دليلك إليه. هل وحي؟ لا أعرف شيئا يا بني، سوى أنه ترك لي هذا الخاتم، فلا تفرط به مهما حدث. الفضل على مشارف بغداد يا مولاي. كم عدد جنوده؟ 20,000 يا مولاي.
والفرسان 200 فارس. راقبه خطوة بخطوة، وإذا ما دخل بغداد أعلمني وعلى الملأ، واتبعني بكل حركة أقوم بها. هم يتحاذقون وأنا سألاعبهم على طريقتي. أيها الكمات، يا جند بغداد، هبوا لنصرة بلدكم، هبوا لنصرة بغداد. أمر مولاي. تتأخر علي يا جعفر، فإني والله أشتاق لك. وأنا أيضا يا جدي، ولكني لم أعد أطيق هذا القصر. لا تقل ذلك يا بني، إنه قصرك، يجب عليك أن تتواجد بكل وقت وأن تكون ذا حظوة عند الرشيد. أريد العون منك يا جدي، أريد أن أخطب أروى ابنة عمي الرشيد، أريد أن أتزوجها، وأريدك أن تساعدني في ذلك وأن تطلبها من عمي، فبذلك أتقرب من الرشيد وأصبح ذا حظوة عنده. حسناً يا بني، هذا تفكير سليم، وبذلك تصبح قريباً منه وتكون صهراً ونسباً له، وتزيد نسبك نسباً. إذن أطلبها لي يا جدي. سأفعل ذلك بأقرب فرصة ممكنة، فهو لن يجد خيرا منك لتصبح صهرا. هل دخلت القصر يا أحمد؟ وكيف يبدو من الداخل؟ هل هو جميل؟ وهل رأيت الخليفة؟ هل يتحدث مثلنا؟ ما هي هيئته؟ لو أني أستطيع أن أعيش في ذلك القصر. ألا ترغب يا أحمد أن يكون لك قصر مثله؟ أو أن يكون أبوك وزيراً أو غنياً أو خليفة؟ مولاتي، لقد حاولت أكثر من مرة أن أراك ولكنك تصدينني. ما الأمر يا عباسة؟ ما الأمر؟ ما بك أيها الوزير؟